مصطفى خالد اولى ثانوي مهندس ام الابطال وهيد بي ار في ستودنت اكتيفيتي دي اس اي. دي اس اي اختصار ايه؟ ديفلوبينج اوف ستودنت اكتيفيتيز. ايه الستودنت اكتيفيتي ده؟ هو ده اول ستودنت اكتيفيتي من طلبه ثانوي. الفكره جت في ان احنا عايزين نتفادى الصدمه اللي اي طالب في ثانوي بيواجهها لما بيدخل مرحله الجامعه وبيتوه وسط الستودنت اكتيفيتيز الكتير اللي بيواجهها في الجامعه. فقررنا ان احنا زي ما بيقولوا في التعريف المتداول كده ان احنا نسبق سننا، ناخد خطوه زياده عن سننا بان احنا يعني نبدا حياه الجامعه من دلوقتي. فقررنا ان احنا نعمل فكره الستودنت اكتيفيتي ده دي اس اي. ف دي اس اي هو عباره عن نشاط طلابي بيتارجت طلبه الثانوي، بيقدم لهم سيشنز تنميه بشريه وسيشنز تاريخ وعروض فنيه. الرساله اللي احنا عايزين نوصلها من طلبه الثانوي من ورا ده ايه؟ هي ان اسبق سنك، خد خطوه زياده عن سنك علشان لما تدخل مرحله الجامعه هتلاقي حاجات كتير جدا انت ما اتدربتش عليها وما عرفتهاش. لا، خلي عندك سكيلز كتير من وانت في ثانوي، وخلي عندك مهارات واعرف يعني حياه الجامعه ممكن تمشي ازاي. طبعا احنا اول ما شفنا الايفنت ده عجبتنا الفكره جدا. فعلا احنا المجتمع عندنا مفتقد حاجه زي كده في الوقت اللي احنا فيه، ان ناس تكون بتحاول تساعد بعضها وتساعد المجتمع بافكار بناءه للغايه زي اللي موجوده في الانشطه الطلابيه والمؤسسات اللي موجوده النهارده. قدمنا والحمد لله مؤسسه ميدان التعليم تفضلت بان هي استضافتنا معاهم النهارده.